جامع حرملة على الأرض الله أكبر بعد تحريري لا تحت النفق قامت قوات الأسدية بقصفة أي مجموعة شباب مما أدى التدمير هي بالكامل ما تبقى من جامع حرملة بعد قصفة من قبل قوات الأسد بعد تحريره من قبل أبطال تجمع أنصار الإسلام تدمير حاجز جامع حرملة بالكامل هاي هي تاريخ قوات الأسد والله بعرف نحن الآن داخل جامع حرملة المحرر نحن الآن داخل جامع حرملة هذا طعام العساكر بعد محاصرتهم فترة طويلة مكان نوم عصابات الأسد داخل حاجز حرملة جامع حرملة المحرر ما تبقى من الحاجز بعد تدميره بالكامل